أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم مدام شادية صاحبة صالون ستايل أفينيو. أهلا مدام. أهلا فيكم. بداية نشكرك لتواجدك معنا اليوم، نتمنى تعرفينا المزيد عنك. هلأ نحن عائلة إجت على الإمارات من 25 سنة، وطبعا بدينا نشتغل بقطاعات مختلفة، ومن 5 سنين فكرنا ننوع بالشغل تبعنا ونشتغل شيء بيهمني وبيهم كل سيدة، هو له علاقة بمجال التجميل والاهتمام بالشعر وبالبشرة ويكون على مستوى دايما تعودنا دبي تقدمه من جودة عالية وخدمات مميزة واشياء يعني صديقة للبيئة وبرودكتس يعني أورجانيكس. بقى يعني فكرنا بنعمل بوتيك صالون مش كتير كبير، بس بيقدم خدمات بجودة كتير عالية وبيستقبل يعني كل سيدة تحس انه هيدا المكان لإلها، ووقت بتجي مو بس هي جاية منشان يعني تطلع بشكل وبيطلع اجمل، لا وبتطلع بنفسية وبإنرجي احلى واريح يعني. ما شاء الله. مدام ممكن تحكي لنا المزيد عن الخدمات اللي بتقدموها بالصالون؟ هلا نحن بنقدم كل شيء له علاقه بالشعر، ومن يعني تصفيف للشعر، اصل شعر، معالجات للشعر، وكلها مثل ما حكينا بنحاول انه تكون افضل المواد الموجوده قدر المستطاع من زيوت ومواد طبيعيه واورجانيك. بنفس الوقت يعني منشيك ومنتأكد انه معظم المواد يعني ما فيها مواد مؤذية للبشرة او للشعر. هلأ كمان اهم شيء بيميزنا بالصالون انه في عنا حمام مغربي على الطريقة المغربية الاصلية، يعني اللي يمكن عمرها الاف السنين، ومعروف الحمام المغربي فوائده الكتيرة، وهو وسيلة تقشير قديمة كتير اللي تتفوق كتير اكيد انا برايي على التقشير الكيماوي اللي هلا يعني متوفر حتى بكل العيادات الطبيه. في عنا كمان يعني مثل ما قلت لك نحن بنحب انه يكون انه كل شيء طبيعي. كمان في عنا مساجات و مثل عنا الستون مساج اللي هو يعني كمان طريقة طبيعية وتقليدية للمساجات. في عنا كمان الود مساج اللي هو كتير مهم للغدد اللمفاوية. عنا المساجات هي غالبيتها ريلاكسينج مساج، وكمان بتفيد بنفس الوقت بالتخلص من السليليت بشكل طبيعي وبسيط، يعني بدون إجراءات طبية وأشياء أجريسيف وقاسية. بنفس الوقت في عنا كل شيء له علاقة بالأظافر. كمان نحن عم نحاول قدر المستطاع، لأنه ما فيني أقول لك هلأ في أشياء أورجانيك 100% مشان أعطي كمان يعني نكون في مصداقية، نحن عم نحاول قدر المستطاع نجيب أفضل المنتجات الموجودة بالبلد، يعني تكون على الأقل نضمن ما بتأذي أبداً وما فيها مواد كيماوية. ما شاء الله. مدام لو حبينا نحكي عن المستقبل، شو خطتك المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للصالون؟ هلأ صراحة مثل ما عم خبرك يعني هي فكرة الصالون تكون أورجانيك إكسبيرينس، يعني نحن بدنا نضل يعني ندور وفولوينج إنه نشوف شو أحدث المنتجات الموجودة، حتى نحن إن شاء الله لو نقدر نطور منتجات يعني من مواد طبيعية 100%، يعني هيدا الهدف الكبير لإلنا. طبعا بالوقت الحالي نحن نستخدم يعني أفضل وأجود المنتجات الموجودة يعني بالأسواق، ويعني نطمح لنعمله 100% أورجانيك إكسبيرينس إن شاء الله. أتمنى لكم الأفضل. شكرا مدام. من خلال تواجدك الطويل داخل الإمارات وفي مجال البزنس، شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام يفتح بزنس أو يقدم عمل داخل الإمارات؟ هلأ الإمارات نحن صراحة شهادتنا مجروحة بالإمارات، يعني لأنه أول مرة أجينا على الإمارات من 25 سنة أجينا على معرض جايتكس، وفعلا شفنا أنه الإمارات أنه هي فيها the best of east and west، ولهلا نحن فعلا هي بتقدم يعني الامارات عم تجمع وتطور وتستخدم افضل ما في الشرق والغرب.
وحقيقة واضح جدا انه هالبلد مبنية بحب شيوخها وبحب شعبها، وهي بتستقبل اي حدا يعني بيتعامل بنفس الطريقة، يعني بيشتغل من قلبه بيشتغل بحب، هي ما بتأثر تعطي لهدول الاشخاص، وفعلا حيشوفوا نجاح اذا اشتغلوا بالستاندرد والطريقة اللي دبي والامارات انبنوا فيهم. اخيرا مدام، بدنا نعرف ليش اخترت دولة الامارات لتكون بدايتك لتأسيس الصالون. هلا الحقيقة انه نحن الامارات مثل ما يعني هي فعلا قصة حب من اللحظة الاولى، يعني انت بتقدر تلاحظ انه هذا المستوى العالي من التقنيات ومن التطور ومن الخدمات، بس بنفس الوقت في شغلة كتير مهمة بالإمارات إنه هن محافظين على الجذور ومحافظين على التقاليد الأساسية وقدرانين إنه يضموا ثقافات وناس وجنسيات كتير مختلفة، بس يعني يقبلوها ويضموها، وبنفس الوقت محافظين على هويتهم ومحافظين على تقاليدهم. يعني كمان اللي بيميز دولة الإمارات يعني الأمن والأمان اللي بتحس فيهم وين ما رحت شو ما عملت، بنفس الوقت الكفاءات والمهنية العالية اللي بتشوفها بالقطاعات الحكومية وقت أنت بيلزمك أي معاملة، سهولة الحصول على الشيء اللي بدك اياه. كمان يعني صراحة الإمارات هي حلم للي بيقدر يعني يأسس فيها بزنس، لأنه فعلا حتعطيه بالقدر اللي هو حيقدم ويشتغل بمصداقية وصدق وحب. أخيرا مدام، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. نحن موجودين بمنطقة اسمها بورسعيد، على وين بنايات الخور، قريب من جسر مكتوم. الصالون بيفتح من الساعة 9 الصبح للعشرة بالليل بكل الخدمات، وفي عنا موقع على الانستغرام فيهم يتواصلوا، في عنا تليفون كمان لو بيحبوا يتصلوا او يبعثوا دايركت مسج او على الانستغرام اللي بيناسبهم. شكرا جزيلا مدام، نورتينا اليوم. شكرا لك وشرفتونا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.